أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتشجيع على استقطاب الاستثمارات بما يسهم في خلق المزيد من الفرص للمواطنين وينعكس على نماء وازدهار الوطن ويسهم في تلبية التطلعات المنشودة، مشيرا سموه في هذا الصدد إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات جاذبة للأعمال تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، حيث نوه سموه بدور قطاع التجزئة في رفض الحركة التجارية والاقتصادية في المملكة مع تنامي هذا القطاع وإسهامه في الاقتصاد الوطني، مقدرا سموه إسهامات القطاع الخاص بشكل عام وقطاع التجزئة ومؤسساته بشكل خاص في دعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا. وأضاف سموه أن مملكة البحرين تولي القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع التجزئة الاهتمام البالغ من خلال استمرارية تنفيذ البرامج والمبادرات الرامية إلى توفير التسهيلات للقطاع التجاري بما يعود بالنفع لصالح الجميع. من جانبه أعرب السيد يوسف علي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بدعم قطاع التجزئة وتنمية الاقتصاد الوطني، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.